بالنسبة لأزمة التعليم اليوم، هذه المسألة دالة على أنه خصنا كما قلت نضربوا الفكر، لا فينا ولا في الحركة النقابية ولا في الأمور أين تسير، وعلينا أن نسائل ذاتنا ولكن كذلك أن نسائل الدولة، هل يمكن أن نستمر على هذا المنوال؟ وأعتقد أنه من همنا، هذا هو الأساسي، أن نقول هذه نقاط أساسية يتعين الالتفات إليها، وفي المستقبل القريب ثلاث سنين وعند مقاربتنا للعملية الانتخابية المقبلة خاص واحد العدد ديال الإصلاحات واحد العدد ديال المبادرات يتعين أننا ندخلوا لها من أجل مصالحة المغاربة مع السياسة. لن أدخل في تفاصيل هذه المبادرات، أترك لكم ذلك من دون شك أنكم ستتقدمون بمجموعة من المقترحات، ولكن لي أهم هو أن لا تقف المبادرة عند تنظيم هذه الندوة، هو أن نواصل الاشتغال المشترك ومع آخرين وأخريات، سواء تعلق الأمر بهيئات سياسية أو مدنية أو جمعوية أو نقابات أو غير ذلك، من أجل إعطاء القيمة الضرورية للعمل السياسي ومن أجل الرجوع إلى شيء نؤمن به الجميع، البلورة السليمة والتفعيل الأمثل لمضامين الدستور بالنسبة لصيغته في 2011.